تظاهرات وأحياء الذكرى الأولى لانطلاقها ينضم إلينا هنا في الاستوديو محامي متظاهري تشرين الناشط كاظم الجحيشي. أهلا بك سيد كاظم معنا في هذه النشرة. أهلا بكم. أهلا وسهلا سيد كاظم. استمعت أو تابعت معنا الأخبار التي بثت الآن في هذه النشرة. من الذي يتربص بالمتظاهرين بحسب كل البيانات التي صدرت اليوم من المسؤولين عن هذا الملف؟ وهناك أيضا يعني كلام عن وجود داعش. هل يستطيع داعش اختراق الحواجز الأمنية للوصول إلى المتظاهرين؟ بدءا في هاي المناسبة العزيزة على قلوبنا، حتى لا ننسى التضحيات الرحمة والخلود لشهداء تشرين المجيدة، والشفاء العاجل لل30,000 معوق اللي موجودين حاليا لا تقاعد ولا راتب. نعم. وأنا آسف حتى رأسا أجاوبك على سؤالك. نعم نعم. من خلال نشرتكم الكريمة أنا أشكر السيد وزير الداخلية على هذا القرار. نعم. أنه ما يستخدمون السلاح الحي، هذا بحد ذاته هو فد رسالة اطمئنان للمتظاهرين. نعم. وبخصوص ثورة تشرين، ثورة تشرين هذا يعني صار سنة، ولحد الآن احنا ما لمسنا شيء من الحكومة ومن السيد الكاظمي. نعم. كل قائلية، خلي يسمعني، كل قائلية أناجدة الريت الكشف عن قتلة المتظاهرين، إلقاء القبض عن قتلة المتظاهرين، محاسبة الحكومة السابقة اللي كرموها بالإحالة على التقاعد واللي اعطوها نهاية الخدمة 184 مليار، وفي حين المفروض لو أكو قانون وأكو عدالة المفروض تحاكم الحكومة السابقة من وزير الداخلية إلى وزير الدفاع إلى رئيس الحكومة السابق. طيب زين، هاي من ناحية. من ناحية أخرى على المتظاهرين، أوجه رسالة من خلال قناتكم إلى أهلي وأحبتي المتظاهرين اللي دا يشوفوني، واللي كنت أتمنى أن أكون بيناتهم، ولكن الكواتم والمتربصين بالمدونين والناشطين هي اللي خلتني أبتعد عنكم، ولكن لم أبتعد أنا قلبا ولسانا وكل شيء معكم يا أهلي وأحبتي يا شباب تشرين. أحيي هذه الثورة المجيدة، هاي الثورة اللي أتصفح تاريخ العراق القديم والحديث ما صارت مثلها. نعم. شباب بسطاء عمر 15 إلى 16 سنة، شابات عفيفات بعمر 15 إلى 20 سنة، شهادات عليا ماجستير ودكتوراه يريد يتعين، والآخرين يريد وطن. يعني شوف الفئات اللي نزلت للشارع. نعم. وبعض الأصوات النشاز من السياسيين، يقولون بأن هؤلاء جوكرية، هؤلاء أولاد السفارات. نعم. هؤلاء في حين هم الجوكرية وهم أولاد السفارات الذين كل انتخابات وقبل كل انتخابات يتسولون أمام السفارات، وهذه المعلومة كلها يعرفها الشعب العراقي، ولكن نعم. مغلوب على أمره. نعم. سيد كاظم، ما الذي يترتب على الحكومة العراقية اليوم ومؤسساتها الأمنية في حال سقط ضحايا من المحتجين أو إصابات بالصدامات، باعتبار أنها على علم بموعد التظاهرات منذ وقت طويل والمتظاهرون حددوا أماكن الاحتجاج مسبقا؟ المتظاهرين وحسب علمي قبل هذا الموعد في كل المحافظات. أنا نعم. عندي علم باتصال معهم جميع المحافظات. حسب علمي المتظاهرين جعلوها وسيجعلوها سلمية 100%. نعم. ولكن إذا ما انضبط واحد من الأجهزة الأمنية ولزم له بندقية صيد بحجة الطرف الثالث، هاي واحد. يعني احنا آني من خلال قناتكم أطلب من الأجهزة الأمنية أنه هذا اللي يطلع بندقية صيد يلقون القبض عليه، حتى لا بعدين يقولون هذا طرف ثالث. نعم. المتظاهرين سلميين، المتظاهرين لا يحملون السلاح، المتظاهرين دينتظرون شنو اللي صار خلال سنة، شنو اللي سواها سلمان الكاظمي خلال هاي السنة، شنو اللي سواه لهم إياه؟ هاي بس يحضر فواتح. نعم. مع جل احترامي لمكانته، خليك أقول أخاف يزعل علي. زين، ينقتل الناشط المدني وراح حضر الفاتحة وقرأ الفاتحة، أنا شو أسوي بك أنت تقرأ الفاتحة؟ ألقي لي القبض عليهم، أنت رئيس، كنت أنت رئيس جهاز أعلى هرم بالدولة، جهاز المخابرات العراقي، يعني والله أتعجباني. القي القبض عليهم وفرح أهلك العراقيين، فرحهم. نعم. 30,000 معاق، وكل معوق خل نحسبها حسبة عرب أهلي، خلي يسمعون أهلي العراقيين،
حسبة عرب 30,000 معاق، كل معوق عنده عائلة زوجة وأطفال، شلون يعيشهم؟ لحد الآن تقاعد ما أعطيهم، أعطيهم تقاعد، أعطيهم تقاعد مؤسسة الشهداء اللي ثلاث أرباعهم تزوير، أعطيهم تقاعد. ذول الشهداء 7,000 اعتبرهم شهداء على مؤسسة السجناء وأعطيهم رواتب بأسرع وقت. زوجاتهم ماتت من الجوع، أطفالهم ماتوا من الجوع، ويتهموهم أنهم خارجين عن القانون، بعض الأصوات النشاز من السياسيين. طيب سيد كاظم، نحن نتحدث الآن عما حدث سابقا، ولكن اليوم لو سقط ضحايا أو جرحى أو معاقين، يعني زاد العدد على 30,000، ما الذي سيحدث؟ والله اليوم إذا انضرب واحد، أقسم بالله العظيم أني أطلب تدويل مسألة العراق، يعني بعد ما يصير له شهر ما خلي سفارة أجنبية ما دق الباب مالتها، ما خلي منظمة لحقوق الإنسان ما دق الباب، كافي عاد، يعني كافي. أنا هسه بصفتي محامي وجيت ومتهجول بسببهم، شغلي وكذا وكياني كمحامي وراح شغلي وراح أكل بسببهم. ليش تهديداتهم هم ذوي الحشاك القذرين؟ وأنا آسف بهذا اللفظ في قناتكم الكريمة، بس إذا سقط اليوم شخص أنا أطلب من جميع المنظمات أن تتحرك. وللعلم موضوع أتمنى أنه من خلال قناتكم كل المنظمات العالمية لحقوق الإنسان من ضمنها هيومن رايتس دا تنتظر اليوم دا يباعون دا يراقبون ايش راح يصير. زين. سيد كاظم، ماذا أنجز مجلس النواب العراقي خلال عام من الاحتجاجات؟ مجلس النواب العراقي أختي العزيزة، إحنا مجلس النواب العراقي هسا أنا إذا أحكي لي شمين والله مشكلة. مجلس النواب العراقي هو أصلا إجا بالتزوير، يعني أنا يا مجلس نواب، هاي هسا الشعب العراقي يقول أوه هسا هم السياسيين يزعلون، هم جو بالتزوير، هاي الأخيرة كل هالدنيا قالت جو بالتزوير. زين يا مجلس نواب بدها تسولفي لي عنه، ملتهين بامتيازاتهم، هاي إلك وهاي إلي، هاي إلك وهاي إلي، ملتهي علي الصجري يطلع ملفات على الحلبوسي، الحلبوسي يطلع ملفات على علي الصجري، زين مع جل احترامي لشخوصهم الكريمة، حتى لا بعدين يقولون هذا أهاننا بالفضائية وبالقلاع. مجلس النواب لم يحقق شيء، المفروض مجلس النواب من اسمه مجلس النواب يمثل الشعب. ذول ال 30,000 هم راح أرجع لهم للمعاقين، وال7,000 الماتوا، شنو اللي سووا لنا يا مجلس النواب؟ شنو اللي سويناه مجلس النواب بخصوص التظاهرات؟ شنو اللي سويناه بخصوص مطالبهم؟ هسه مطالبهم ماجستير اللي تعين، شنو اللي سواه مجلس النواب؟ لا شيء، لم يحقق شيء مجلس النواب خلال هذا العام من ذيك بدايه الثوره الى هذا العام الذكرى مالتها، لم يحقق شيء سوى امتيازات النواب والعيديه وما ادري شنو والفلوس والسيارات فقط. طيب سيد كاظم، التظاهرات اليوم هل هي إحياء للذكرى فقط أم هناك نية باستمرار، يعني استئناف التظاهرات والبقاء في ساحات التظاهر كما كانت في السابق قبل أزمة كورونا؟ والله مثل ما تعرف جنابك أنا هنا موجود يمك، مو هناك يمه، بس حسب ما اتصالاتي وكذا إحياء للذكرى واستمرارها. إحياء الثورة واستمرارها، يعني الحكومة يعني ربما يكون ملف كورونا حاضر في الواجهة لمنعهم من استمرار التظاهرات أيضا، رأيك كناشط ومحامي للمتظاهرين؟ والله العظيم شوف التحكي تحكيها كلش حلوة، يعني هسه المسؤولين السياسيين هم وعوائلهم لو يفتهمون يوميا يصلون شكر لأن الله جاب لنا كورونا، لو ما كورونا ذول السياسيين تدري وين؟ كلهم مين جانا؟ مين طبلنا من الحدود؟ يطفر منك ويطفر حافي شرط، بس كورونا الله سبحانه وتعالى جاب كورونا، يعني هاي سبب. حقيقة أنا آسف لأن أتكلم يمكن بعض الأحيان بسخرية، لأن إحنا في عصر السخرية مع هؤلاء. أنا من أتكلم قناتكم كريمة، بس أريد أوصل رسالة بهذا كلامي حتى لا يكون مثل الناشطين الباقين أو كذا أحكي بعموميات أحكي بمثاليات، لا لا. السياسيين العراقيين وبهذا المجال كورونا قالوا يابا وزارة الصحة قالت انتوا راح تحيون الثورة، شلون كورونا شلون؟ تحججونا بكورونا. احنا قلنا لولدنا للمتظاهرين يابا موضوع كورونا موضوع هذا عالمي يعني ما يراد له، فانتوا لا تتصرفون، الكمامات التباعد الكذا، ثق بالله العظيم. يعني دا سولف ويا احد الاشخاص تدري ايش قال لي؟ قال لي والله ما البس كمامه ما نرد اموت، هو انا اصلا فلوس ما عندي، فلس ما عندي، 1,000 دينار بجيبي ما عندي، انت تقول لي كمامه يا استاذ؟
وتحيه لحسين ابو التكتك لانه طلب من عندي ان اذكره باي لقاء. تحيه لحسين ابو التكتك. هذا شنو حسين ابو التكتك؟ عنده خمس خوات. خمس خواته هو المعين الهن. منظور ابو برجله وهسه رجله صار بها قصر. خلي يسمعوني السياسيين. اتصل بي يقول لي استاذ اذكرني بس اذكرني، يريد بس اذكره. حتى العالم يذكره. زين. سيد كاظم، باعتبارك محامي متظاهري تشرين، اين وصل ملف معتقلي تظاهرات تشرين؟ وهل احتساب ضحايا تظاهرات شهداء خفف من احتقان الحراك الشعبي ضد المتظاهرين؟ حقيقة نبدي بهاي مال الشهداء. الشهداء لحد الآن اكو قسم ما معاملاته ما كاملة، يعني هذا المفروض الشهيد، أنا اللي أعرفه من السابق يعني الحكومات السابقة، خليك من النظام السابق، خلينا نقول الشهيد كان تكمل معاملته خلال أسبوع. زوجته وأطفاله يروحون يستلمون تقاعد، يستلمون راتب. هسه شوف ايش قصر، وكو قسم من العوائل لحد الان معاملتهم ما كامله. هذا نوع من الاحتقار، انا اسميه نوع من الاستخفاف بدم الشهيد. يعني هذا شهيد، انت اعتبرته شهيد بارك الله بك، يعني اعتبروه شهيد بارك الله بك، بس انت يعني انت مو المعامله مالته طولتها عليه. زين، فهذا القصد. نعم. سيد كاظم الجحيشي المحامي عن المتظاهرين، شكرا لانضمامك الينا في هذه النشره. شكرا جزيلا لك سيد كاظم، حياك الله.